مثلا نقول مثلا من 40 جنيه او 50 جنيه، وممكن يوصل ل 80 جنيه لو هي بحاله الانصه. تمام، التوقعات مش زي بعضيها، الاصدارات مش زي بعضيها، في اصدار يجيب فلوس، في توقيع يجيب فلوس، لان بيبقى اول اصدار بيقفل الاصدار، بيبقى الكلام ده بيبقى فيه احلال، بيبقى فيه، انتوا عارفين الكلام ده كله، شرحته كتير يعني. طيب لو بتوقيع بقى، قلنا عبد الجليل طبعا، قلنا اهو تعمل 30 او 40 لحد ايه 100 جنيه، وممكن توصل ل 150 جنيه لو بحاله الانصار اللي هو عبد الجليل. طيب بتوقيع عبد الحكيم الرفاعي، عبد الحكيم الرفاعي يا جماعه ممكن يبدا من 50 جنيه، عبد الحكيم الرفاعي يبدا من 50 جنيه لو باع عيوب. طب بتقلي العيوب توصل ل 300 جنيه، تقلي العيوب خالص مفيش بحاله الانصار، توصل ل 500 جنيه و600 جنيه، ال 5 جنيه دي. تمام، دي عملات تجيب فلوس، دي عملات حلوه ولا ايه؟ يا ريت تكون معاك في الفيديو وشوف كل المواقع وكل الجروبات وكل شيء، وفي مزادات بتقام مباشره وبتبيع وكله بيبيع فيه عشان محدش يتكلم.